هنا الفضائيون وهنا الجن، هنا حط العالم الآخر والتقى مع الأخير، أو هكذا يقولون. يا لها من فسيفساء وموسوعة تاريخية ومتحف طبيعي لا مثيل لها. هنا عجز القول عن تركيب حروف حقيقتها الكاملة أو حقائقها المخفية والمخيفة. المدينة المفقودة التي يقال عنها صفار رويت عنها عدة روايات، ولا نقول يعني مختصرة على هذه الرواية، إنما بعض المكتشفين والباحثين عن هذه المدينة قالوا بأنها عالم الجن الغريب والمريب. عاد صفار فيها قريب 1000 متصويرة. صفار أكبر منطقة اللي فيها تصور بزاف صفار. مدينة، هذه مدينة حاتر الناس ساكنين. درك تصور هذول اللي يشوفوا في صفار هذه، هما يقولوا مدينة، صح مدينة حاتر الناس اللي عايشين تما أو مساكنين. هذوك الأشكال هذوك كاين بعض الناس يقول لك هذو عبارة على ناس جاوا من الفضاء، جاوا من الفضاء في وقت ما. جاوا الرسومات. صفار ما تقدرش باش تشوفوهاش، مازال كاين مناطق مازال ما تحت صفار مازال ما حلوهاش، ماهيش على بالها.